لا مفاجآت في جلسة الانتخاب في مجلس النواب، النتيجة متفق عليها ومعروفة مسبقا، سواء لمنصب الرئيس أو نائبه ولأعضاء هيئة المكتب كذلك. باكرا حضر النواب الجدد كالمتحمس لأول يوم دراسي، يدخلون للمشاركة في جلسة انتخاب بري رئيسا كما سماها عدد منهم. في المجلس نواب شابوا على الكراسي، وآخرون لم يعرفوا إلا الأستاذ رئيسا منذ نعومة أظافرهم. ميشيل المر رئيس ليوم واحد، اصطحبه رئيس الحكومة سعد الحريري من منزله ودخلا البرلمان معا. في الداخل بري توسط الصف الأمامي مع زملائه مشاركا في جلسة التربع على كرسي الرئاسة لولاية سادسة لا ينافسه فيها إلا الورقة البيضاء. دولة الرئيس ما انتخبت ورقة بيضاء، تعتبر ورقة بيضاء. كيف من أمتين أنا انتخبت نادين لبكة؟ إذا بتريد إيه هيدا هلأ قررت، قبل كنتوا عم تقروا بجلسة انتخاب الرئيس كل شيء فيه أسامي ملغى ملغت، بس انا انتخبت نادين لبكي، انت قررت تقريها ورقه بيضاء او لبكي قريتها بري ما بعرف. بلا لبكي بلا لبكي. المخترعون 128 بلا هاللبكي بلاها 98 اوراق بيضاء 30 اوراق ملغاه لا شيء. انتخاب نائب منتخب بنقرر من نعمل ورقه بيضاء؟ ورقه كيف؟ ما طلع ملغاه؟ شو؟ ورقه ملغاه. ما شفت الاسم؟ انت ما شفت الاسم؟ ما انتبهت للاسم؟ انت وعم تقرا ما انتبهت للاسم؟ بالقانون مسموح اللي صار؟ بدك تتعلمي شوي هلا بعدين تاخذي وقتك شوي هلا ما تدافع من منطلق مدافعة. بالقانون مش استاذ قانون. المخترعون هي كحقوقي مش كحركة امل، اللي بالقانون المخترعون. ليه المرة الماضية عملتوا شيء وهالمرة شيء ثاني؟ 128 تقرأ وتلغى. تقرأ وتلغى 98. ما هلا سمعوها كلهم. قبل ما ألقي كلمة بدي جاوب الزميلة بولا يعقوبيان، معها حق الحقيقة. صحيح الورقة ملغات لأنه ما في نائب اسمه لبكي، في لبكي غير شكل. خطاب الرئاسة وإن كان يشبه في بعض فقراته ذاك الملقى منذ عقدين ونيف، إلا أن فيه أملاً على خير العمل. أتقدم بالشكر الجزيل 6 مرات للزملاء النواب على ألقهم وعلى ثقتهم بتجديد انتخابي لمسؤولية رئاسة المجلس النيابي. في الجولة الثانية انسحب نهاد المشنوق من جلسة انتخاب نائب الرئيس التي فاز فيها إلي فرزلي ب80 صوتا على أنيس نصار الحائز 32 صوتا، 8 أوراق بيض، 4 لنقولة نحاس، صوت لبولا يعقوبيان، وورقتان ملغتان حملتا اسم نادين لبكي وشارل مالك. وفي الجلسة الثالثة انتخاب هيئة مكتب المجلس، فاز ألا عون ومروان حمادي بأمانة السر، ميشيل موسى وأجوبا غرادونيان وسمير الجسر بالتزكية كمفوضين. وفي الختام هنأ النواب أنفسهم بخياراتهم ورئيسهم بولايته الجديدة. وكأن مجلس النواب عاد بالزمن 26 سنة إلى الوراء، نبيه بري رئيسا وإلي فرزلي نائبا له. مجلس الأبناء يكرر خيار الآباء وعود على بدء. من مجلس النواب نانسي السبع، قناة الجديد.